البارح كانت واحد التمثيليه زوينه تقريبا سكتش بين الهام وعزيز وبين دكتور ناجي تيلمون مزيانه ومصروعه كو بنادم تسحب ليه ديال بصح وهي بطبيعه الحال كون كنا كنتقلقوا على ستيلو طاح كره كاع المغاربه مخاصمين تبارك الله عليك مثلتي مزيان البارح وكان هذيك كامل بحال قلتي شي حاجه تمهيديه الفقره ديالك دكتور ناجي اللي كان هي الاعتذار تبارك الله عليكم وانتم مصاحبين ومصالحين على طول تبارك الله عليكم وانا كنشكر الناس اللي صدقوني وتلاقوا بصح باننا مخاصمين بالعكس انا كان جو اسري كنتلاقاو جميع فرحانين كناكلوا جميع الحمد لله كنشركوا الطعام كنشركوا كل شيء ونكن الاحترام الكبير لواحد من الناس اللي بيليه ديال هذا البرنامج الاستاذ ناجي الامجد طبعا قدوتنا كاملين تبارك الله عليكم واش يسمح لينا اننا البارح نكومونديو فطور وهو اللي خلص شكرا لك دكتور ناجي الامجد اليوم معنا واحد لا دابا غير بلاتي باش نوضح للجمهور دابا حنا اتفقنا في الاول بان غادي نختلف انا والدكتور عادي جدا وغادي ندوزو صافي باش هذا هو الموضوع ديال الاعتذار فكيفاش انا اسامه انه في وسط الحلقه كيقول بالاعتذار لا خصو يخلص الفطور وصدق جايبنا واحد كيجيب لنا الماكله شنو درتي داكشي بدا حتى البارح كتحاسب معنا حنا اليوم لا لا انا كنت مستعد نخلص المهم عرفتي شنو الهام حتى اليوم كاينين المفاجات حتى اليوم كاينين المفاجآت خليكم معنا اليوم شكون اللي غادي يطلع لي